أعاد الجيش السوري سيطرته على قرية الحميدية في ريف القنيطرة، وذلك مع استمرار عمليات الجيش للسيطرة على كل بلدات المحافظة ضمن العملية العسكرية الواسعة التي يخوضها بمساعدة القوات الروسية. هذا وأعربت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن شكرها لإسرائيل على قصفها مواقع داعش في سوريا في لفتة هي الأولى من نوعها. إلى ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي حالة التأهب للتعاطي مع أي سقوط للقذائف أو الصواريخ في الجانب الإسرائيلي. اليرموك في مرحلة يشتعل المشهد السوري جنوبا، فالسويداء شيعت اليوم المئات من قتل الهجمات التي شنها تنظيم داعش على المدينة وريفها يوم أمس. وميدانيا أعلنت وكالة سانا الرسمية أن الجيش السوري استعاد السيطرة على 14 بلدة وقرية في ريفي درعا والقنيطرة، بما في ذلك مناطق حدودية بين إسرائيل وسوريا في الجولان، حيث استعاد الجيش السوري سيطرته على قرية الحميدية في ريف القنيطرة، وذلك مع استمرار عملياته للسيطرة على كل بلدات المحافظة. القتال الدائر بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة لا زال يشكل هاجسا يؤرق أمن إسرائيل، خصوصا بعد انزلاق قذائف صاروخية من الجانب السوري إلى إسرائيل، كان آخرها قذائف صاروخية سقطت في بحيرة طبرية. ومع اقتراب القوات الحكومية السورية من مناطق فض الاشتباك في الجولان، تؤكد القيادات الإسرائيلية أنها لن تسمح باقتراب جماعات إيرانية أو أخرى تابعة لحزب الله اللبناني من الحدود مع إسرائيل. هذا وأعربت وزارة الدفاع الروسية عن شكرها لإسرائيل على قصفها مواقع داعش في سوريا في لفتة هي الأولى من نوعها. نحن ندير جبهات صعبة في الشمال كما في الجنوب، في النهاية فإن مسؤولية حماية أمن الدولة تقع على كاهلكم. نحن نعتمد عليكم ونثق بكم. سوف تتلقون تدريبا صعبا ومهما يمنحكم الأدوات للدفاع عن أنفسكم وللدفاع عن الدولة. المشهد السوري الداخلي على جبهة الجنوب الغربي وتقدم الجيش السوري هناك تراقبه إسرائيل بمنظار أمنها القومي ومخاوفها العسكرية، ما قد يدفع بالأمور إلى مواجهة شاملة أو جزئية مع الجيش السوري أو مع الفصائل المتحالفة معه. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو دكتور حسن مرج خبير الشؤون السوري، مرحبا بك. السيد إيال عليمة خبير الشؤون العسكرية الإسرائيلية، مرحبا بك. والسيد حنان جيفن جنرال احتياط في الجيش الإسرائيلي وباحث في شؤون الاستخبارات، مرحبا بك. أبدأ معك سيد حنان، هناك نوع من التصعيد بين سوريا وإسرائيل في الآونة الأخيرة، أحيانا طائرات مسيرة، أحيانا إطلاق صواريخ. هل إسرائيل في هذه المرحلة تفقد الردع أمام الجانب السوري؟ الحالة هي مختلفة عمليا، نحن نأخذ ما كان في الماضي، اليوم الوضع مختلف بشكل تام. عمليا إسرائيل تضع خطا أحمر ولكنها غير منزعجة من أي تقدم من الجيش السوري. الجيش السوري لا يريد ولا يستطيع أن يقدم أن يتخذ أي خطوة حربية وقتالية ضد إسرائيل. ما حدث هنا هو انزلاق، هذا ما يعني أن طائرة عبرت الحدود أو اخترقت الحدود عن طريق الخطأ، ما حدث مع السوق على سبيل المثال، وهذا واضح أنه خاطئ. وبالطبع أيضا بالنسبة للرقابة السورية لم تنتبه ولم تنسق، ولا كذلك التنسيق الروسي، لم يكن أحد يرغب بإسقاط هذه الطائرة. إذا سمعت رد الناطق العسكري، هذا كان اعتذاريا إلى درجة كبيرة. واليوم يأتي إعلان وزارة الخارجية الروسية هذا التي تشكر إسرائيل، هذا يعني على ما يبدو أنه تم بالتنسيق المسبق. الروس كانوا يعلمون بأن إسرائيل ستهاجم الرجمات الصواريخ، ولذلك صفقوا لهم. نعم، بهذا سيد إيال، لأول مرة إسرائيل تقصف تنظيم داعش في الميدان السوري، هناك شكر روسي واضح، وربما إسرائيل أيضا قلقة من المعارك بين الجيش السوري وتنظيم داعش بالقرب من الحدود، ولذلك هناك انزلاق للمعارك أو للصواريخ إلى الميدان الإسرائيلي، وتراقب بكثرة ما يجري في هذه المعركة.
أولا يبدو لي استمرارا لما لسؤالك السابق، لا أعتقد أن هناك تصعيد، لا أعتقد أن يصح محدود. اعتبار ما لا 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 أعتقد أن يصح اعتبار ما يحدث حاليا بتصعيد، لأنه ربما هناك نوع من تحديد القواعد من ناحية إسرائيل. نحن في مرحلة انتقالية، إسرائيل تحاول تحديد نظام جديد على امتداد هذه الحدود. هذا بالنسبة لهذا الموضوع. يبدو لي أن الشكر الروسي يبدو لي أنه قد يثبت خلال سنوات الحرب، عندما كانت إسرائيل تقوم بقصف منصات الصواريخ السورية، عندما كانت تسقط القذائف عن طريق الخطأ، كان دائما الرد السوري بأن هذا هو دعم إسرائيلي للمنظمات الإرهابية على حد تعبير النظام السوري في إطار المعركة. ودائما كان الرد عندما ينتصر النظام تقوم إسرائيل بمثل هذه العمليات. ربما هذا يثبت من الناحية الرمزية فقط أن هناك سياسة تتبعها إسرائيل فيما يتعلق بالحفاظ على سيادتها في منطقة الحدود. إذا كانت هناك بطاريات أو قذائف سقطت من قبل النظام السوري، ومعظم حوادث انزلاق القذائف كانت من قبل النظام السوري أو من قبل جهات أخرى، جيش خالد بن الوليد كما يسمى تنظيم داعش. في مثل هذه الحالة أيضا قامت إسرائيل بقصف هذه البطاريات. في نهاية الأمر إسرائيل تهتم في الحفاظ على الهدوء، على الاستقرار، على نقل الرسالة الواضحة. يجب أن تكون هذه الهدوء أو الأراضي الإسرائيلية خارج المعارك الدارية. نعم، سأتي إليك دكتور حسن. نتوجه إلى الحدود السورية الإسرائيلية. هناك يتواجد مراسلنا بشار صغير منذ صباح هذا اليوم يواكب ما يجري هناك. مرحبا بك بشار. بشار، ربما قد تسمع أيضا عمليات إطلاق النار والمواجهات، وأنت قريب من مواجهات الجيش السوري مع تنظيم داعش وأيضا مع فصائل أخرى. ضعني في الأجواء لديك. فراس، وليس مجرد إطلاق للنيران، نحن نسمع انفجارات عنيفة جدا، أعمدة دخان، إطلاق قذائف، إطلاق صواريخ، معارك عنيفة جدا نسمعها. ولو كان الوقت أبكر ولو كان هناك ضوء لرأيتها أنت والمشاهدين وراءنا. نحن في المكان الذي نتواجد فيه على الحدود الشرقية للجولان، وتحديدا في الجانب الوسط الجنوبي، نشرف في هذه الأثناء على محافظة درعا، مدينة درعا إلى الجنوب منا. وراءنا فراس هي عمليا ريف ومدن وقرى محافظة درعا كصيدا، نافعة، عين ذكر وغيرها من القرى والبلدات. هناك في هذه الأثناء في هذه المنطقة تدور معارك عنيفة جدا، لا نعلم بالضبط ما الذي يحصل، لكن حسب المعلومات التي تصلنا وعلى الأقل ما يؤكده الجانب الحكومي السوري، فإن الجيش السوري يطبق شيئا فشيئا على آخر معاقل وجيوب تنظيم داعش، وذلك في الجنوب السوري وتحديدا في محافظتي درعا والقنيطرة. هذه المعارك وصلت ذروتها وتوجت اليوم باستمرار الزحف السوري في القنيطرة ووصوله إلى المعبر، حيث وللمرة الأولى ومنذ أن بدأت الحرب في سوريا كان قد وصل المعبر وسيطر عليه بالكامل ورفع العلم السوري أعلاه. نعم بشار، سؤال أخير. بسبب هذا التقدم، هل هناك حشود عسكرية، تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود؟ بدون أدنى شك، يعني طوال الوقت يوجد تأهب عسكري إسرائيلي، لكن هذا التأهب إما يكون يرفعون من حدته أو يقللون من حدته. اليوم كانت القوات الإسرائيلية قد أغلقت الطرق المؤدية للحدود، الطرق التي كنا بالعادة نمر منها من أجل الوصول إلى منطقة أقرب من الحدود والتغطية، كانت اليوم مغلقة بأمر عسكري إسرائيلي. بشكل عام الجانب الإسرائيلي من فك يؤكد على مطلبين أساسيين فراس، هما الأول عدم اختراق خط وقف فضل اشتباك لعام 74، والتأكيد على عدم وجود أي قوات إيرانية أو قوات موالية لإيران في الجنوب السوري على وجه الخصوص، وهو الأمر الذي أكد عليه أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا اليوم. نعم، خلال حديثك أيضا بشار شهدنا عملية إطلاق النار وعمود للدخان من المعارك التي تجري في هذه المنطقة، إذا استمرت سوف نعود إليك لاحقا. شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة بشار صغير، كنت معنا من الحدود الإسرائيلية السورية. المعارك أمتار من الحدود الإسرائيلية، وكما ذكر الجيش السوري خلال ساعات أو أيام سوف يكون على خط
فضل اشتباك. نعم يعني نحن بعتقد أيام وجنوب السوري يكون تحت السيطرة التامة للجيش السوري بما فيها حوض اليرموك وحتى الحدود الأردنية والحدود مع إسرائيل في هضبة الجولان. فيعني هذا شيء بات واضحا، هناك تقدم سريع للجيش السوري اليوم، وهناك أيضا معارك في الجبهة الشرقية حيث قسم كبير من الجيش السوري توجه بعد مجزرة يوم أمس توجه إلى المنطقة هناك، وهناك دحر تام إلى داعش والقضاء على أفراد داعش بالعشرات منهم، حتى يعني صاروا بالطريق أو قريب إلى منطقة التنف. وهناك أيضا نداء من روسيا إلى القوات الأمريكية أو الأمريكان أنه لربما حان الوقت أن يكون التعاون في تلك المنطقة أكبر وأكثر ما هو أو انسحاب إلى مناطق أخرى، وأيضا تم دعوتهم إلى المشاركة في أستانا. هل القصف الإسرائيلي لمواقع داعش أيضا ساعد لتقدم الجيش السوري في هذه المنطقة؟ لا شك أنه أي قصف كان سوري أو إسرائيل كان روسي أو إسرائيلي هذا يساعد، هذا يعني يساعد تقدم الجيش السوري عندما تقصف منصات لداعش، مراكز أسلحة لداعش، مخازن أسلحة أو ذخيرة لداعش، كل هذا يخفف ويضعف داعش في تلك المنطقة لأنه لا حوار معهم إلا القضاء عليهم. نعم سيد حنان، هل هناك تغيير في السياسة الإسرائيلية؟ لأول مرة دعنا نقول إسرائيل تقصف مواقع داعش على حدودها. نعم لا يوجد تغيير بالنسبة لإسرائيل. بالنسبة لإسرائيل موجودة هي في إحدى الحالات الفضلى والمثلى التي يمكن وصفها لها مع سوريا على مر السنين، لأن سوريا عمليا يحدد الوضع بحسب القوتين العظيمتين، الولايات المتحدة وروسيا حددتا هذه قوانين اللعبة في أيار 2017 بين ريكس تيلرسون ولافروف الذي حددوا المبادئ، ومن ذاك الحين يتم تطبيق ذلك. ومن ذلك تلك اللحظة بدأ حل الأزمة السورية، والكل واضح إلى أين يتوجهون. بقيت بعض الحالات هناك، وهذه حالة جيدة لإسرائيل أن نتحدث مع القوتين العظيمتين بأربع عيون، ماذا يعني أنا بمستوى العينين، ولم يكن حالك هذه أن إسرائيل تواجه قوتين عظيمتين بهذا المستوى. لنقل على سبيل المثال، كانت إسرائيل ستسقط طائرة سخوي روسية كان سيكون ذلك كارثة بالنسبة لإسرائيل، لذلك عليها اتخاذ الحيطة والحذر أكثر. إسرائيل يجب أن تتنبه لنقطة واحدة، وربما الجيش السوري ينسى ذلك، أن كل هذه الإنجازات هي فقط لأنه فتحت أمامه الطريق. عملية الكل أزالت دعم عن المتمردين عن المعارضين، ومعظم المعارضين يعرفون ذلك ما عدا رجال داعش. قد ينسى الجيش السوري أنه هو الذي حقق ويعتقد أنه هو الذي حقق ذلك ويخرج بزخم من ذلك، لذلك إسرائيل تضع الخطوط الحمراء كي لا ينسى ويتبلبل القوات المحلية ولا يحاول اقتحام الحدود أو الوصول إليها، ولكن هذه أيضا محلية، الحديث ليس إلا مؤقتا حتى يتمكن الجيش السوري من تنظيف جنوب سوريا. نعم سيد إيال، كما ذكرنا على ما يبدو الجيش السوري خلال أيام سوف يكون في مناطق فض الاشتباك، ونتنياهو وإسرائيل يطلبون ذلك بشكل واضح. ربما هناك من يقول بأن هناك إشكالية بالعودة لمناطق فض الاشتباك، لأن المرحلة المقبلة بعد قضية فض الاشتباك هو التفاوض على الجولان كما كان في اتفاقية وقف إطلاق النار، لكن من يضمن لإسرائيل عدم وجود قوات حزب الله وإيران في منطقة فض الاشتباك، مع العلم بأنه قد يكون شرطة روسية؟ هناك أصوات بدأت تتحدث في إسرائيل بأن إيران لا ترغب بالذهاب إلى جنوب سوريا، إيران ترغب ممر إلى البحر المتوسط. لست متأكد من ذلك. أولا لا شك أن هذا هو السؤال الجوهري فيما يتعلق بالضمانات، وفي الواقع عندما يدور الحديث عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وروسيا هناك علامات استفهام، ما هي فحو هذه التفاهمات؟ ما هي الضمانات التي تستطيع روسيا حتى إذا أرادت أن تقدمها لإسرائيل؟ هل تستطيع روسيا أم تمنع وحدات من الميليشيات
الجماعات الشيعية الموالية لإيران أو حتى حزب الله العمل تحت مظلة الجيش السوري النظامي، ليس هذه النقطة غير واضحة. لذلك من ناحية إسرائيل لا شك أن هذا الموضوع هو موضوع مطوق ومفتوح، ولكن مع ذلك الإصرار هو على، لذلك أهمية التقيد باتفاق فك الاشتباك، لأن هذا الاتفاق يوفر نوع من النظام للتعامل معه على امتداد الحدود مهما كانت الوحدات، سواء كانت من حزب الله أو من الميليشيات الشيعية. في نهاية الأمر هذا الاتفاق يلزم الطرف الثاني، وهي رسميا على الأقل الدولة السورية، رغم أن الدولة السورية لم تعود إلى ما كانت عليه من قبل، ولكن هذا هو النظام الذي يضمن لإسرائيل ذلك. من الجانب الثاني هذا لا يعارض، وهناك كأنه اتضح وكأنه تظاهر كأن هناك خلافات بين التفاهم الإسرائيلي مع روسيا والإصرار الإسرائيلي على منع التموضع الإيراني في سوريا. لا يوجد هناك خلاف حقيقي، لأنه من الناحية الفورية إسرائيل تدرك بأن الجيش السوري خلال مسألة وقت فقط عندما يحتل هذه المنطقة بشكل كامل. لذلك لا بد من التوصل إلى نوع من التفاهمات من النظام على امتداد الحدود. هذا لا يعارض الخطوات التي قد تقوم بها إسرائيل ضد التموضع الإيراني، سواء كانت سياسية أو عسكرية. نعم دكتور حسن، بهذه النقطة بقضية التفاهمات، وقيل بأن أيضا وضعوا اللمسات الأخيرة ربما على هذا التفاهم بين روسيا وإسرائيل خلال لقاءات لافروف والوفد الروسي الذي التقى نتنياهو والتقى ليبرمان والتقى قيادات عسكرية في إسرائيل. السؤال الأكبر لدى إسرائيل، ويقال بأن المصلحة الروسية بعيدة المدى، هو عدم بقاء إيران في الميدان السوري. السؤال الأصعب بالنسبة لإسرائيل، إذا كانت روسيا قادرة على إبعاد إيران من الميدان السوري. ليس الموضوع كما تطرح سؤالك، يعني أريد بداية أن أعلق على نقطتين. النقطة الأولى، يعني من وضع وغير موازين اللعبة العسكرية في الجنوب وجعل الدول المجاورة كالأردن وإسرائيل تغير مفاهيمها وتغير تعاملها وتغير دعمها إلى الفصائل الإرهابية على مدار 7 سنوات كانت سابقا، لن ننسى هذا. فيعني اللي جعلهم أنه يغيروا هذه المواقف تبعتهم هو الجيش العربي السوري. الجيش العربي السوري هو المنتصر، هو الذي وضع قواعد هذه اللعبة، والكل كان فاهم على إصرار هذا الجيش. ممكن أنه العملية تستمر 4 أشهر وممكن أن نختصرها إلى 2 شهر، وهذا ما بالتالي يعني عادوا إلى صوابهم الدول المجاورة وقرروا رفع يدهم عن الإرهابيين وعدم دعمهم، لأن هناك كان قرار حاسم بهذا الموضوع. وأريد أن أذكر عندما كان هناك احتلال وتحرير الغوطة الشرقية والغوطة الغربية والحجر الأسود واليرموك وكل أرياف دمشق، يعني هناك لم يكن إرهابي مدعوم بشكل مباشر أو كما هو بالحدود مع إسرائيل أو بالحدود مع الأردن. هناك من أيضا من غير قواعد اللعبة هي كان الجيش السوري. الجيش السوري هو غير القواعد السياسية والعسكرية والميدانية، يعني نتيجة الحسم العسكري تغيرت حتى القواعد السياسية اللي كانت موضوعة. بالنسبة لإيران، إيران يعني هي غير متواجدة في الجنوب السوري، والإسرائيلي يعي ذلك جيدا. وهي أهم شيء بالنسبة للإيراني، وأنا أريد أن يعني أوضح هذه النقطة جيدا، الإيراني ما يكون في مصلحة سوريا كدولة والشعب السوري وتحرير أراضيها هذا ما يفعله. هو لن يتواجد عندما رأى أنه الإسرائيلي رفع يده عن دعم الإرهاب، هو لن يتواجد في الجنوب السوري عندما رأى أنه الأردني وغرفة موك لن تدعم الإرهاب ورفع أيدهم. هو ليس بحاجة أن يتواجد هناك، الجيش السوري كفيل أن يحرر تلك المنطقة. أيضا حزب الله هناك لهم دور أهم، عندنا ريف إدلب، هناك مناطق في حدودية مع العراق، هناك مناطق أخرى لكي لا تعود هذه الفصائل الإرهابية الفارة أو التي أقل ما فيها
يقال أنه تم حمايتهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كما مجزرت يوم أمس. كل عناصر داعش التي انطلقت انطلقت من التلف، وهناك صور بثت في صور لهؤلاء متواجدين في المعسكر الأمريكي، ومن هناك تم تمريرهم حتى السويداء وقاموا في المجزرة، وكان مخططهم احتلال السويداء والجلوس هناك منطقة داعش لكي لربما يكون هناك حديث أو مباحثات في أمور لا نجهلها أو لا نعرفها. فما أريد أن أؤكده أنه الإيراني ما يصب في مصلحة سوريا هو هذا ما يفعله. لا يوجد أي خلاف ما بين الروس وإسرائيل، أخذت الضمانات الكافية. لنتذكر القصف الذي كان قبل أشهر في ريف دمشق، عندما كان هناك شكوك لدى إسرائيل أنه هذا المعسكر تابع إلى إيران، قامت بقصفه وكادت يعني ساعات وقادت المنطقة كلها تكون على كف عفريت. ولكن يعني في هناك هدوء من الجانب الإيراني، هدوء من الجانب السوري. السورية كدولة يعني ذات سيادة، وأنا أختلف مع عيال بهذا الموضوع، هي اللي وضعت كل السياسات وغيرت السياسات الإقليمية، وهي تسعى جاهدا إلى يعني السيطرة على جميع الأراضي السورية. هناك تصريح للرئيس بشار الأسد اليوم أنه إدلب أيضا قادم من التحرير العسكري. نعم، هل توافق الرأي بأن إيران بالفعل لا ترغب بالذهاب إلى جنوب سوريا وفتح مواجهة مع إسرائيل، وبذلك تورط أيضا النظام السوري؟ نعم، إيران هي قصة مختلفة لأنها أكبر ومعقدة أكثر، لأنها ما علاقتهم باليمن والحوثيين؟ الحوثيين يطلقون صواريخ، المنطقة الوحيدة التي يطلقون عليها صواريخ باليستية هي الرياض، وذلك من قبل الحوثيين بدعم من إيران. لذلك أن الإيرانيين هم لديهم خطة أوسع بكثير وطموحة أكثر. نعم، ولكن هذا هم شركاء، هم جيران، والإيرانيون ليسوا جيران إلى هذا الحد. لا يسمعوك دكتور حسن. أكثر ما هي موجود اليوم. نعم، نحن نرى ذلك أيضا في العراق والإمارات، ما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر صيان، تفعل كل هذه الدول في اليوم. نحن نتحدث الآن عن إيران لأنهم هم الذين يغلون النار وكله يأتي. الأطنان التي الأطنان من الذخيرة التي ربما تسقط على اليمن، الأولاد والمجاسر والأمراض المتواجدة في اليمن. دكتور حسن أثبت. لا أثبت. إيران أتت لتساعد هؤلاء العالم وليس لترتكب كارثة في حق هذا الشعب اليمني. هذا سؤال كبير. الذي ما تفعله السعودية ولن يهتز. هذا ليس الموضوع. السؤال مثير، ولكن بأي حال نتفق أن إيران لديها علاقة معقدة أكثر، وسوريا ليست إلا جزءا منها. أعتقد أنهم جاءوا إلى سوريا للدفاع عن سوريا، ولكن أهدافهم مختلفة تماما بالنسبة لسوريا. يعتبرونه ممرا سيقوموا بتوحيد المناطق الشيعية، ولديهم أيديولوجيتهم الشيعية التي تدعمهم، وهي تصب في مركز ولب عقيدتهم. أضيف شيئا بالنسبة للشأن الإيراني، هذا الأسبوع أطلقت إيران ضربتين موجعتين، أولا زيارة لافرون إلى هنا وعرضه بمئة كيلومتر. بالنسبة للإيرانيين هذه صفعة، لأنهم حلفاء الروس، هم الذين طلبوا من الروس في 2015 أن يتدخلوا في سوريا ويأتوا للمساعدة. يجب أن تذكروا أن إيران كانت حينها عالقة في حلب ولم يتمكنوا من الحسم، والآن في غضون أشهر قليلة حتى جاء الروس والقصف المكثف، قاسم سليماني توجه للروس وترجاهم أن يأتوا ويتدخلوا، والآن الروس الذين هم حلفائهم يقولون لهم ويبلغوهم أنتم لن تكونوا تتواجدوا حتى 100 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية. وليس فقط الروس بل السوريين أيضا، السوريين أيضا هم الذين قالوا ذلك لقاسم سليماني أيضا. النقطة الأخرى هو العلاقات، فإن توقيت العقوبات قادم ويأتي بسرعة، لذلك وفي شهر آب أغسطس المقبل ستفرض العقوبات الكبرى في السادس من آب، وفي 2001 في شهر نوفمبر ستدخل العقوبات الأصعب. يأتي سليماني ويقول تحدثوا معي وليس مع روحاني، ولا حتى قيل هناك أنه قدم خدمة للعراق، أنه لم يقدم خدمة.
بل تلقى تهديدا من بومبيو الذي كان هنا الرئيس السي اي اياك وان تقترب من المصالح الامريكيه في العراق. لذلك فان سليماني هذا يظهر الى اي ضغط هو يتعرض، والايرانيين هذا ليس الاسبوع الافضل لهم، انهم موجودون على مخترق الطرق بشكل عام وبشكل خاص في سوريا، واعتقد ان جزء من ما استثمروه في سوريا الان سيضطرون لتوجيهه الى ايران لانهم هناك عمليا سيتعرضون للهجوم. اردت التعقيب سيدي بالنسبه للقضيه الايرانيه. اوافق مع ما قاله ضيفكم، لا شك الموقف كما عرضه الدكتور حسن معروف، هذا هو الموقف السوري الرسمي الذي يقول بأن إيران وصلت إلى سوريا لإنقاذ سوريا وفقا لطلب من النظام. نستطيع قبول هذا الموقف أم لا؟ أنا لا أعتقد أن هذه هي صورة الواقع في الشرق الأوسط، لأن كما ذكر المصالح الإيرانية هي أكبر بكثير عن سوريا. فقط عندما إيران تسعى إلى فرض هيمنة إيرانية في منطقة الشرق الأوسط بوسائل مختلفة، لذلك لا نستطيع أن ننظر إلى الصورة أو إلى الجبهة السورية كعينة لما يحدث في منطقة الشرق الأوسط. لا بد من أن ننظر إلى المنطقة بشكل كامل عندما نتحدث عن المصالح الإيرانية. نعم، أردت التعقيب. أعود إليك دكتور حسن مرة أخرى بالنسبة لإيران، وكما قيل حتى أحد الوسائل الإعلامية تحدث عن ذلك بشكل واضح، بأن حينما طلب لافروف من إسرائيل إبعاد إيران 100 كيلومتر وموسكو هي حليفة لطهران لم تشعر بالارتياح، وجاء ذلك من خلال التصريحات الإيرانية خلال لقاء لافروف. يعني أحيانا أنا يعني أشعر في أنه الناس أحيانا تطلب أنه مين يرش لها الرمل بعينيها. إيران لم تتواجد في الجنوب السوري قبل محادثة لافروف ونتنياهو. 100 كيلومتر أبعد من الجنوب السوري بكثير. عندما إسرائيل بلقاء نتنياهو بوتين في موسكو، عندما إسرائيل أعلنت استعدادها التخلي عن الفصائل الإرهابية، الميليشيات الإيرانية وحزب الله تركت المنطقة وعادت إلى مناطق ثانية. هذا ما حصل بالفعل وليس غير ذلك. طالما إسرائيل لم تعلن استعدادها كان الإيراني متواجد على الحدود، وصرح بذلك الرئيس بشار الأسد وقال تتواجد الإيراني وحزب الله عندما يعني لا وجودها أو عدم وجودها هي حسب المباحثات وإرادة الدول المجاورة. إسرائيل أعلنت استعدادها، الإيراني وحزب الله لن يتواجد على الحدود وليس خوفا من أي حد. يعني المتبلل ما بتهمه كمان لتر مي، ما رح يهمه هذا الشيء. وبالنسبة ما تحدث فيه حنان بالنسبة لموضوع العقوبات على إيران، يعني هل لم نتعلم أنه كل هالعقوبات اللي كانت على إيران بالسابق حتى الاتفاق النووي ما أنجز هذا أنجزته إيران؟ أنه تعلمت التكنولوجيا الذرية، تعلمت بناء الصواريخ البالستية، تعلمت كل هذا مع كل الحصار الذي دام أكثر من 30 عام ولم يستطيعوا كسر هذه الإرادة الإيرانية والقوى الإيرانية. نعم إيران هي دولة إقليمية قوية استطاعت أن تقلب الأمور رأسا على عقب في العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي سوريا أيضا، ولا نستطيع أن ننكر هذا الشيء. حتى لو فرضت أمريكا عقوبات بزيادة سوف ينتج عن هذا هذه المرة عقوبات مختلفة، سوف ينتج عن أمور هذا أمور أخرى، ولن يستطيع لأول مرة سوف يكون ولن يستطيعوا في نعم في كسر هذا المنطقة. نعم نهائية. لأول مرة سيكون حصار بحري على إيران لم يكن حصار بحري، يعني كمان ما نعم. دكتور حسن منج خبير في الشأن السوري، شكرا جزيلا لك. سيد إيلان إيما خبير في الشؤون العسكرية الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. سيد حنان جيفن جنرال احتياط في الجيش الإسرائيلي وباحث في شؤون الاستخبارات، شكرا جزيلا لك. أعزائي الشنات إلى ختام هذا المساء، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.